أقام التوجيه المعنوي في اللواء 13 مشاه أمسية رمضانية بالتنسيق مع شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة احتفاء بالذكرى الأولى لإعادة بناء الجيش الوطني وتكريم كوكبة من حفاظ كتاب الله عز وجل من منتسبي اللواء برعاية اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة قائد اللواء 13 مشاه وبحضور قيادة اللواء وحشد من الضباط والصف والجنود. في هذه المناسبة سنكرم كوكبة من الشباب المقاتلين من أفراد اللواء 13 مشاه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح لخدمة أمتهم ووطنهم. فالشعب اليمني واضع الأمل الكبير في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير كامل تراب الوطن من الميليشيات الإنقلابية ومن والاهم. وقد ألقيت في الفعالية العديد من الكلمات التي عبرت عن أهمية بناء الجيش الوطني على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات الضيقة كون هذا الجيش هو صمام أمان الوطن ودرعه الحامي، كما أشادت الكلمات بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معاركهم ضد الميليشيات الإنقلابية في كل الجبهات. أن نقدم عبارات الشكر والعرفان مقبلين رؤوس الصامدين المجاهدين في خطوط الطماس بعموم مواقع العز والكرامة بوطننا الحبيب، وأولئك الجنود الأشاوس من جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين المنتصرين بإذن الله بجبهات القتال. وقد عبر الحفاظ الذين تم تكريمهم في الفعالية عن فرحتهم بحفظهم لكتاب الله تعالى وتقديرهم لهذا التكريم الذي حظوا به، مؤكدين أن حفظهم للقرآن يعزز من ولائهم لله وللوطن. نشكر كل من ساهم وكل من شارك وكل من كان له الدعم في تحفيز حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، ونشكر الكل من ابتداء من قائد المنطقة وكل من ساهم في تكريمنا وتشجيعنا، وإن شاء الله يكون هذا الحافز زيادة إلى الأمام بإذن الله. وقد تخلل الفعالية العديد من الفقرات الفنية والإنشادية والقصائد الشعرية التي نالت استحسان الحاضرين، وعبرت عن أهمية الولاء الوطني في تعزيز الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني ضد الميليشيات الإنقلابية.